الأقرب للناموس محمد بن خليفة بن راشد بالهول المهيري يا المهيري، خلاص قفل الشوط قفل الشوط، الناموس مع شف، السلامات معاك يا المهيري، السلامات ذهب بها المهيري مع شف ومع انطلاقة شف. هذه شف تحتل المركز الأول، محمد بن خليفة بن راشد بالهول المهيري، يا سلام يا سلام، الميتين متر الأخيرة، اللحظات الأخيرة، ولكن شف شف مع الناموس، شف مع النصر والانتصار. هذه شف تفرض نفسها بقوة في هذا الشوط الأول الرئيسي للثنايا البكار. سلام شف، سلام، سلامنا وتحياتنا إلى مالك شف محمد بن خليفة بن راشد بالهول المهيري. أقلعت الثنايا، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، لمن الناموس لمن الناموس، يا سلام. شوفوا رعد، رعد غير مجريات هذا الشوط، رعد الحميد بن سالم بن حميد المنصوري، المنصوري ينتصر، المنصوري في الأمتار الأخيرة انتصر المنصوري، ولكن بن حبتور العامري يحاول، ولكن المنصوري خلاص خلاص خلاص، الناموس معاك يا المنصوري. الله يسعد مساك بشوط الثنايا القعدان، يذهب هناك إلى ميدان الوثبة إلى الأشقاء. سلام وتحية واحترام إلى مالك رعد حميد بن سالم بن حميد بن مبارك المنصوري على فوز بناموسي هذا الشوط المركز الثاني، يصل فيه المركز الأول. أمجاد والله وصل بالدودة، الدودة يتواجد وينطلق مع المركز الثاني. أزمة أزمة أزمة، بن خيرات محمد بن سهيل بن خيرات بالدودة العامري يتواجد وينطلق مع المركز الأول، ولكن أمجاد من الجانب الأيمن الشامسي بن خيرات الدودة، اللحظات الأخيرة، الله يا أهل الوثبة، السلام يغادر هنا من أرضية هذا الميدان إلى بدودة، ولكن الشامسي من الجانب الأيمن. أمجاد 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 وأزمة، أزمة وأمجاد، اللحظات الأخيرة، ولكن الدودة 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 الدودة، أزمة أزمة، حققت الناموس والانتصار مع هذا الاندفاع المتميز. يا عيني يا عيني يا عيني، والناموس يا الوسمي، والناموس يا ابو راشد، الله 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 يا الوسمي، الله يا الوسمي، انتهينا يا عيني يا عيني يا عيني. قالت 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 تأتي من بعيد لمحمد بن سلطان سعيد المالكي، قالت والوسمي وسمي والقالت، قالت والوسمي وسمي والقالت، يا عيني تغيرت يا جماعة، تغيرت يا جماعة، القالت القالت الوسمي، القالت الوسمي، القالت القالت يا الناموس والناموس، القالت لمحمد بن سلطان، الله والناموس بالمبارك يا محمد، بالمبارك يا محمد، والناموس ألف مبروك. شيء السايحه حمد بن نهيان بن سالم العامري مقدما لنا السايحه مع المركز الاول مع الصداره، وما شاء الله تبارك الرحمن يا بن نهيان يا العامري، يا من قدمت لنا البطل السايحه بهذا العرض الاكثر من رائع، وما شاء الله تبارك الرحمن، يلا الله تهاني
ثانينا لك والناموس يا العامري، يا من حققت هذا الفوز بكل جدارة واستحقاق. السايحة حمد بن نهيان بن سالم العامري محققا هذا الشوط بكل جدارة واستحقاق. ثاني المراكز وصلت هملولة محمد بن سالم. التغير التسلل العامري، يا سلام مكرم يا هو عرض من مكرم، يا سلامي عليك. الثلاثمية متر الأخير يا سلام. وفي ثانيا ما زال الناصي محمد سيف مطر مسافري، لكن هناك رأي آخر من محمد بن سيف. اللحظات الأخيرة، الأمتار المجنونة، يا السلام عليك. سلام مكرم، سلام عبد الله الطير العامري. ولكن الواصل شاهين ياهو عرض، يا السلام عليك شاهين ماجد سعود العاصلي. سلام في المركز الأول شاهين لمالكه ماجد سعود العميمي. من توجت في ناموس هذا الشوط هناك تنطلق بدون أوامر ولا تعليمات بكل جدارة واستحقاق. أشكرك يا بن حلفان على هذا الانطلاق، على هذا الحضور الكبير. بوغنيم يتابع لنا هذا الحضور المتميز والكبير. سالم بن علي بن سعيد آل بريص المري يقدم الغمرانة بدون أوامر ولا تعليمات، عصاها في بطانها. تابعوها هذا الانطلاق، راغبوا هذا الاندفاع. سلام الغمرانة، سلامي يا بن حلفان على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. تهانينا يا بن حلفان على فوز الغمرانة وتحقيقها بناموس هذا الشوط. سالم بن علي بن سعيد آل بريص المرين وهنيه. خيل يا الخيالي، خيل يا الخيالي، لا يا سلام يا سلام يا سلام. وما زلنا مع المركز الثالث الموج قميص بن محمد بن قميص بن المريخي والمركز الثالث. نعود الى المركز الاول ما زلنا مع اللهب يتفوق على الوعل. احمد مطر ماجد الخيالي، يا سلام الامطار الاخيره هنا في الميدان البصير. الخيالي اللهب